نطلت التلفون، نطلت التلفون يا عم معين، معين عبد الملك. ها معين، ها معين، قد كان قلب. على كل، مش موضوعنا الطبة، موضوعنا انه اتذكر لقائي الاول بالاستاذ معين عبد الملك، وكان يتكلم ويفعل بيديو هكذا واصابعه ويعمل هكذا وهكذا. كنت اقول يعني لانه هو دارس فلسفه، فكنت اقول الله بعد ما طلع ربي وفقنا، ادي الله لنا حمدي جديد. ها رئيس وزراء انيق وكاجوال وكذا، طلع اول حاجه فعلا يعمل الواتساب قع حقي، قلنا سهل الحس الامني، رئيس وزراء هذا مش لعبه. شويه الطلاب يغوروا يا عم عين، الجهال اللي يصيحوا، الوزارة خرا في خرا، وهو مركب الهزاز، ركب الصامت، ولا له دخل من حد. طلاب لين كل يوم عين، مبتعث مبتعث، انت كنت طالب وكنت تستلم حقك الموازنة، ما نقصش عليك ريال في عصر، في عهد كنا نقول ظلم وفساد وارحل. الآن يا أخي عيب عيب عيب، بقشان يدرس 5000 طالب على حسابه، على كيسه، مش دولة، ومعكم موازنة. أصلا لو نقول ما فيش ميزانية نقول سهل، لكن في ميزانية، وين بيس الطلاب؟ لما يجي يدقدق الباب عليك المؤجر وانت طالب لتحضر دكتورة ولا ماجستير ولا بكالوريوس، مو تقول له اللي معه أسرة هو عياله يدرس. وضعنا استثنائي، السعودية غلقت، الجابر عمك اللي عينك غلقوا علينا كل المنافذ، يحاربك ويحاصرك ويقتلك ويعدمك ويقول لك كفالة، تجديد، إقامة، ددددد، ممنوع، سعودة، حثالة. تدير الحربنا في اليمن حثالة. قال لي تلل يا معين، ريقي لي تصوب، ما عاد أنا ماسك نفسي إلا أقسمي لي الصداقة والأصداق الذي بيننا. حسرنا لك تلميحات وبصات وانت يعني خارج التغطية. يا يبدو انه بو فيروس، هذا بو فيروس اللي تغزكم توقعوا سعادي، من ما طلع من ما تعين بالشرعيه هذه الوسخه، ما ادري لو رجع اجم. عيب والله، عيب يا معين، والله عيب 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 والله. انا اليوم خاطبك خطاب اخوي قبل ما افطر الطبه،